أعطوكوا عشان اللي جاي. أولا يعني إيه إريثروبوليسيس؟ كل الناس بتعرف إريثرو يعني أحمر نسبة للألبسيس، بوليسيس يعني برودكشن. فالموضوع على بعضه اسمه إيه؟ برودكشن بودي. بيحصل فين؟ عرفنا. لكن الأهم أنا محتاج إيه علشان الإريثروبوليسيس؟ ده الكلام المهم أوي. ركز كويس قوي واحفظ كويس قوي. انا علشان اعمل الاثويس بتاع الدكتور انا محتاج خمس حاجات. محتاج كم حاجه؟ خمس. مين هم الخمس حاجات اللي انا محتاجهم؟ انا عشان ما انساهمش هحفظهم من نفسي كده محمود. حاجتين من بره الجسم وحاجه من جوه الجسم ومصنعين. ايه بقى الحاجتين اللي من بره الجسم دي؟ قالوا لي الاكسجين والضغط. الاكسجين والاكل. وحاجه واحده من جوه جسمي وهي الهرمون. ومصنعين برضه في جسمي اللي هما الليفر والبومر. واحده واحده كده. حضرتك علشان تعمل الاريثروميسيس محتاج كم حاجه؟ محتاج كم حاجة؟ حاجتين من بره جسمك اللي هما ايه؟ الأكسجين. ايه هما؟ الأكسجين. وحاجة من جوه جسمك اللي هي؟ مصنعين جوه جسمك. احفظ الكلام ده كويس. خمس حاجات انت محتاجها عشان تعمل إريثروبوليسيس. حاجتين من بره؟ الأكسجين. حاجتين من بره؟ وحاجة من جوه؟ ومصنعين هما؟ تعال بقى ما نمسكهم واحد واحد ونبدأ نعرف كل واحد فيهم بيشتغل ازاي ومين هو بالظبط. اول واحد واضح ان هو الاكسجين. بيني وبينكم هو مش الاكسجين. هو نقص الاكسجين. نقص الاكسجين ده يا اولاد لما الاكسجين يقل في جسم حضرتك ده اهم حاجه. نقص الاكسجين ده اسمه هايبوكسيا. اسمه ايه؟ طب وليه يا دكتور الهايبوكسيا دي تعتبروها اهم حاجه؟ فهقول لك يا فاطمه اصل الهايبوكسيا بتطلع هرمون اسمه إريثروبويتين. اسمه ايه؟ إريثروبويتين. اسمه ايه الهرمون؟ لو نقوله كمان مرة اسمه ايه؟ إريثروبويتين. يا اخي هو في دليل اقوى على اهميته من اسمه؟ العملية اسمها ايه؟ تصنيع الكور الحمراء. والهرمون ده اسمه ايه؟ المصنع للكور الحمراء. هو ده الهرمون يا محمد اللي بيروح على البون مارو على الخلايا بتاعت الستيم سيلز، فاكرينها اللي هي الخلايا الجذعيه، يبدا يسرع عمليه الانقسام ويخلي الماتيوريشن يحصل في زمن اقصر، فيبقى عندك كور حمراء اسرع. هو ده الهرمون المحفز لخطوات الاريثروبويسيس. تاني يا دكتور الاريثروبويتين هيعمل ايه؟ هيروح البون مارو على الخلايا الجذعيه اللي عماله تنقسم باتجاه الكور الحمراء يخليهم يعملوا ايه يا ولد؟ ينقسموا اسرع. فلما ينقسموا اسرع ويحصل لهم ماتيوريشن اسرع يبقى عندك كور حمراء كتير وبسرعه. طب وبيجي منين يا دكتور الهرمون ده؟ هذا الهرمون المسمى إريثروبويتين يا ولاد بيجي من الكدني اند ليفر. بيجي منين؟ اسمع عادل بيجي منين؟ كدني. طب يا دكتور احنا ليه بتقول كدني؟ اقول احنا الحقيقه متعودين ان اي حاجه الليفر بيطلعها بيكون هو اللي ليه الابر هاند الا الإريثروبويتين ده. الابر هاند هنا للكدني هي اللي بتطلع 85% بينما الليفر بيطلع 15% بس. اسمع كده تاني. أول فاكتور عندنا اسمه إيه؟ أكسجين. لا الحقيقة مش الأكسجين، هو الفاكتور اسمه؟ هايبوكسيا. الهايبوكسيا أهم الفاكتورز عشان بتطلع الهرمون اللي اسمه؟ إريثروبويتين. هذا الإريثروبويتين بيطلع من مكانين اللي هما إيه؟ بيطلع منين؟ عشان الكدني بيطلع؟ بينما الليفر هيطلع؟ فطبيعي إن حضراتكم هتسألوني طب وإيه اللي بيخلي الأكسجين يقل؟ ايه اسباب الهايبوكسيا يعني؟ فهقول لكم يا اولاد الهايبوكسيا ليها خمس اسباب. ثلاثة عيانين واثنين مش عيانين. مين الثلاثة العيانين؟ نفكر كده انا وانت مع بعض ان الاكسجين في الهواء
مين اللي هيجيب الاكسجين من الهواء جوه جسمي؟ الله. يقوم الاكسجين ده يتحط في الدم، ويقوم القلب يزق الدم يبعته للانسجه. اذا الهايبوكسيا ليها ثلاث اسباب. واحد لونج ديزيز، امراض الدم. اثنين هارت ديزيز، امراض القلب. ثلاثه هيموريدج، ان واحد يكون نزف دم. فلما ينزف دم يا فاطمه وما يبقاش فيه في جسمي دم كفايه، طبيعي ان انا يحصل ايه؟ طبيعي ان انا ما يبقاش عندي اكسجين كفايه، فيحصل لي هايبوكسيا. يحصل يا محمد دول ثلاثه عيانين. طب ومين الاثنين اللي مش عيانين وعندهم هايبوكسيا؟ قال لك اولا سكان المرتفعات الهاي التيتيود. الحقيقه في المرتفعات في المرتفعات الاكسجين بيبقى قليل، وده اللي بيخلي الزمالك دايما يا رانيا اي فريق افريقي لعبه ان شاء الله بطل كينيا يرجع يتغلب. لازم يتغلب. ليه بيتغلب؟ هما بيقولوا اصل يا جماعه احنا كنا بنلعب فوق الجبال، وفوق الجبال يا سماء الاكسجين قليل وبيحصل هايبوكسيا. على فكره هما ما بيكذبوش، هو فعلا فوق الجبال الاكسجين قليل، بس بطل كينيا كل الفرق بتكسبه. مش معنى الزمالك يعني اللي اتاثر بالهايبوكسيا، ما تعرفش بقى عم صلاح خلاص يعني تمام. فالاسباب اللي هايبوكسيا احنا ناس ايه؟ يعني هنتحسس ما هم ايه؟ فقال لك يبقى احد اسباب الهايبوكسيا عند الناس اللي مش عيانه ان هم يكونوا عايشين في المرتفعات، وكمان الاثلتس، وكمان مين؟ يا نهار ابيض دكتور الاثلتس الرياضيين عندهم هايبوكسيا. ايوه انا عايزك يا محمود لما نخلص في جيم ورانا كده عايزك تروح للعيال الابطال اللي واقفه هناك عامله كده، تخش عليهم وهم بيتمرنوا كده، تخش عليه قلب جامد وتقول له على فكره انت عندك هايبوكسيا. طبعا هو هيبصلك انا عندي هايبوكسيا وانت ما عندكش. بعد اللي هيعمله فيك تمام عايزك تقنعه، قول له هو سيادتك مشكلتك مش ان انت عندك اي مرض لا قدر الله، انت عضلاتك الكبيره دي محتاجه اكسجين كتير، فالاكسجين العادي ده مش مكفيها. انا عضلاتي الصغيره دي الاكسجين بتاعي مكفيها. فبنقول ان الاثليتس عندهم ريلاتيف هايبوكسيا. عندهم يا احمد يعني لو في واحد من العيال الرياضيين دول حضرتك عملت له تحليل دم هتلاقي الار بي سيز بتاعته اكتر من الطبيعي. اكتر من الطبيعي ليه يا سماء؟ ما هو عنده يعتبر حاله من فبيطلع هرمون اسمه اكتر من الطبيعي فبيصنع قوى حمراء. الناس فاهمه مهما فاطمه دكتور الهايبوكسيا حاله مرضيه؟ هايبوكسيا يا احمد في ثلاثه حاله مرضيه وفي اثنين مش حاله مرضيه. يبقى خمس حاجات عملوا هايبوكسيا طلعت الاريثمويد. فالطبيعي يعني ان المريضه هتقول لي الله طب هو من غير هايبوكسيا الاريثمويد ما بيطلعش؟ انا هعمل ايه اللي طلعه بقى؟ واحد الاندروجينز هرمونات الذكوره. حد فاكر الحصه اللي فاتت لما قلت لكم ان الراجل اعلى من الست فعدد القوى الحمراء؟ ليه؟ انا عندي اندروجين اكتر من البنات اكيد. اثنين في معدن في الاكل اسمه الكوبالت، اسمه كوبالت، هذا الكوبالت المحفز للإريثروبوتين. ثلاثه لو الدم بقى قاعدي شويه اسمها الكالوزيس بيطلع الإريثروبوتين اكتر. أربعة بيتا أجونست. إيه بيتا ده؟ مين بيتا؟ حتى سمع كلمة بيتا دي قبل كده؟ أدرينالجيك ريسبتورز. فاكرين يا ولاد الريسبتورز بتاعت الأدرينالين والنورادرينالين؟ كان في ألفا في بيتا. لو شغلت البيتا ريسبتور يا ريرة بأجونست، أجونست يعني مادة تشغل بيتا ريسبتور، ده بيزود الإريثروبوتين. خمسة وأخيرا مادة اسمها أدينوزين. مادة اسمها ايه؟ أدينوزين. اسمع كويس. الأدينوزين ده بيطلع الإريثروبوتين. المصريين بيحبوا دايما يشربوا شاي. والشاي فيه مادة اسمها ثايوفيلين. اسمها ايه؟ ثايوفيلين. هذا الثايوفيلين بيكسر الأدينوزين. بيكسر ايه؟ الأدينوزين. عشان كده المصريين غالبا عندهم أنيميا. ليه المصريين يا بيبي جيلهم أنيميا؟ لسببين.
السبب الاول هو يا فاطمه ان الشايفي طيفلي وطيفلي بيكسل الأدينين يزين واحد من الحاجات اللي في جسمك اللي المفروض تطلع الاسبوتين. فعشان كده الاسبوتين عند الناس اللي بتشرب شاي ما بيبقاش طبيعي، بيبقى اقل شويه، فالقوى الحمراء ممكن تقل شويه. في سبب تاني اهم هقوله. كم حاجه يا اولاد بتطلع الاسبوتين؟ كم حاجة؟ كم حاجة؟ كم حاجة؟ شوية طريش. أنا بشرح لمجموعة من الطلبة. بيطلع الإرثويتين أيها الطلبيش هم ست حاجات. واحد وأهم واحد. ثم خمسة اللي هم. سلام طيبين لولادك المولد النبوي. صح كده؟ صح لوحدك ولا مصحصح؟ عشان انا النهارده انا هشرح كتير. ست حاجات بتطلع الإرثروبوتين. واحد واهم واحد هو ثم خمس حاجات اللي هم على فكرة ممكن سؤالك كذب والله جاي بوك تخش الامتحان تلاقي سؤالك كل بقى كل اللي جاي ده مهم بقى تمام كل اللي جاي ده ست حلقات بوك تخش الامتحان تلاقي البلد كله ايه سؤالك اهو ديسكاس نورو هايبوكسيا نيرفويسيس شكرا هتقول لنا الهايبوكسيا اللي بتطلع البتاع ده وبيعملها خمس حاجات وبيطلع الالف بتاع دوت كمان خمس حاجات السلام عليكم ورحمه الله خدت جوازات تنقص بقى جمله من دول مع السلامه وقف كم حاجة بتطلع الإرثروبوتين يا بيه؟ كم حاجة؟ احفظ واحد اوعى تكتبها اتنين اوعى لو كتبت الستة وكتبت الهايبوكسيا يا خبرتين اشطب السؤال كله اكتبه من الأول أنا بقول لك أهو أهم واحدة بتطلع الإرثروبوتين هي مع الهايبوكسيا يا خمسة اللي هم بقى ليه نعطف واحد الأدينوزين ده بيكسروا حاجة اسمها سايفرين ده بقى اللي احنا بنبعض موجود فين؟ عشان كده حضرتك عندك ايه؟ عندك ايه؟ لا هو ده الاصل اللي بيركب عليه الفوسفيت وديك الادينوزين والفوسفيت ولايف سيكرام يا سلام عليك يا ميال وانت مظبطه العلوم كلها ببعضها يا سلام ازيك يا سماء والله بقالي بتاع اسبوعين ما سمعتش اسئله من ازيك الله لا شوف سؤال المره دي عميق قالت ازاي يحصل الكالوزس وانت صدعتنا في اول حصه ان في بافلز بافلز دايما بتشتغل لكن الالكالوزس اللي اقصده هنا يا زماء الكالوزس حاجه بسيطه قوي بمعنى بدل ما انا 7.4 بقيت 7.45 انا زدت كام 5% اللي هو تغير مسموح يعني تمام لا لا يا سماء خلي الدايت شوية بقى عشان الدايت ده هنقعد فيه كتير وتعالوا أما أقول لكم الهايبوكسيا بتسبب زياده في الكالسيوم ايه يا يوم اه طبعا تمام الا اذا كان سبب الهايبوكسيا هيموريدج فاهمه يعني انا نزفت دم فما فيش قوه حمراء ده اللي عامل هايبوكسيا ما تقوليليش في الحاله ديت يبقى القوه الحمراء هتزيد زي ازاي مش تقصر هي قليله فاهمه المشكله ايه يعني لو انا عندي قوه حمراء قليله تمام دوت معناه ان انا ده هيحفز ده هيعمل هايبوكسيا ولسه هبقى صلع ان شاء الله. لكن لو الكوى الحمراء بتاعتي طبيعيه وانا طلعت فوق الجبل ده يحفز الكوى الحمراء تزيد فوق الطبيعي يبقى عندي ادوسيز؟ تمام؟ المهم
حد شاطر صاحي يقول لي مين الهرمونات اللي بتعمل الإريثروبويسيس؟ عايز هرمونين. وأي حد هيقول لي أي حاجة رقم واحد هيكون يقف. مين رقم واحد؟ إريثروبويسيس. واحد إريثروبويسيس. طبعا لسه حالا قايلين إن ده أهم هرمون، الهرمون المصنع للكرة الحمراء. طب حد يعرف هرمون تاني؟ مين ده؟ أنا سائل يا أخي، أنت عندك هرمونات ذكورة بتطلع الإريثروبويسيس؟ ثلاثة هرمونات الغدة الدرقية، الثايرويد هرمون. أربعة الجلوكوكورتيكويد. فقلت لهم إيه الجلوكوكورتيكويد؟ أنا بص يا عم، الجلوكوكورتيكويد دي هي هرمونات بتطلع من الغدة الكظرية. ايه الغده الكظريه؟ زي الغده الكظريه اللي هي فوق الكليه. الهرمونات ديت يا ميار لما بتطلع من الغده اللي فوق الكلى بتبدا تحفز خروج الارمسيس بره دول. اسمهم ايه؟ جلوكوكورتيكويد. اسمهم ايه؟ جلوكوكورتيكويد. على فكره انتوا عارفين الاسم الشائع عليهم، اسمهم كورتيزول. اسمهم ايه؟ كورتيزول. انا ما قلتش كورتيزون. الكورتيزون هو الدواء. الهرمون اللي في جسمنا اسمه كورتيزول، وساعات بنقول عليه جلوكو كورتيكويد. بنقول عليه جلوكو كورتيكويد. أربع هرمونات مهمة للإريثروبويسيس. أسمع، واحد إريثروبويسين، واحد إريثروبويسين، اثنين ثلاثة أربعة جلوكو كورتيكويد. خلصت الهرمون؟ خلصت الحمد لله. أيوة كورتيكويد. طب كم مرة عشان الراجل الطيب ده؟ ها؟ كورتيكويد. ازاي؟ رقم ثلاثة الليفر. حد يقدر يقول لي على حاجة أنتوا عارفينها الليفر عملها؟ في الإريثروبويسيس حاجة مهمة. بيطلع 15% من الإريثروبويسيس. يا دكتور الحلاوة دي، هو العملية هتمشي كده؟ أكيد لا يعني. سنفذ 15% من الإريثرو بويتي. والحقيقة أن الليفر هو مصنع كل البروتينات. لا إحنا حضرين. أنا حضر. أنت سعان؟ أنا حضر. مين فينا اللي هيمشي كلامه؟ حبيبي سهلة يعني. اللي زعلان من الجنب ده، ايه اللي جنب ده؟ هنا ساعة. هنا عندك ساعة وقت؟ هو مش جاي لك كبير؟ يا رباب اقفلي لي واحد من الاثنين. فين ده يا رباب؟ انا دبر يا منى مشي؟ فالليفر هو اللي بيصنع البروتينات. وحضراتكم تعلموا ان الجلوبين اللي هو نص الهيموجلوبين الثاني عباره عن بروتين. مين اللي هيصنعه؟ الليفر. والليفر يا اولاد بيخزن الايرون وفيتامين اسمه فيتامين بي 12، هنتكلم عنهم حالا. ثلاث حاجات الليفر بيعملها. وعشان كده العيانين اللي عندهم ليفر فيلير، عندهم مشاكل في الكبد، طبعا هيجي لهم انيميا. طب وعيانين الفشل الكلوي يجي لهم انيميا ولا لا؟ طبعا، عشان هيفقدوا 85% من الفروتي. معلش اسمع تاني كده، هو ايه دور الليفر؟ بيصنع ايه؟ بيصنع ايه كمان؟ بيصنع ايه كمان؟ بيخزن حاجتين اللي هم نروح بقى لاخر واحد قبل الدايت، وهو البون مارو. ايه دور البون مارو؟ حقيقة محمد ما ينفعش اقول لك ايه دور البون مارو. طيب الاكل. البون مارو هو مصنع. ايه هو مصنع الصابون في انتاج الصابون؟ هو الاول بيصنع. بس اللي انا عايز افكوا تعرفوه ان لو البون مارو حصل له ديستراكشن، مش بس الاربسيز هتقل،
ده بتقل كل خلايا الدم، ودي حالة مرعبة اسمها أبلاستيك أنيميا. اسمها ايه؟ أبلاستيك أنيميا. فلو حد جاي لك قال في الشارع فاطمة وقال لك يعني ايه أبلاستيك أنيميا؟ يقول لك مصيبة سودة. هيقول لك أيوة هي ايه يعني؟ يقول له حصل ديستراكشن للبون مال. حصل ايه؟ ديستراكشن للبون مال. لما يحصل ديستراكشن للبون مال ايه المشكلة؟ يقول له بتقل كل خلايا الدم. بتقل ايه؟ كل خلايا الدم. طب ايه المشكلة؟ لا مفيش حاجة، ده قال له هيموت. هيموت ليه؟ مفيش قوات حمضة تشيل أكسجين، ومفيش خلايا بيضة تدافع عنه، ومفيش صفائح دموية توقف له أي نزيف، وما أكثر الحاجات اللي هتخليه ينزف. الراجل ده هيموت لو ما اتعالجش. هيموت. مين هي فين؟ حضرتك أنا قلت كده؟ لا طبعا. أنا أصلا قلت كل دي خالص. وإن كان جزء منها صح بس ما قلتهاش. أنا كنت بتكلم عن الجاما جلوبيولينز، قلت إن بعضهم بيتصنع في خلايا اسمها بلازما سيلز، هي جزء من الليمفويد تيشو. المعلومة المظبوطة بقى إن أغلبية الخلايا البيضاء أصلاً بتتصنع في البون مارو، وجزء منها بس هو اللي في الليمفويد تيشو. بيني وبينكم أنا شخصياً لو قاعد مكانك يعني بسمع كل الكلام ده، أنا بسمعه عادي يعني، بس اول ما اجي عند الحته بتاعت الابلاستيك انيميا هقوم منتبه كده، لان دي حاجه تموت. وانا بسمع عن الناس اللي عندها مشاكل في نخاع العظام وبيجي لها المصيبه السوداء، هو ايه اللي بوظ لهم البون مارو؟ فتقول لي واحد الراديشن، الاشعاع بانواعه. حتى هتلاحظوا اللي عمل منكم اشعه قبل كده، ان دكتور الاشعه بيحطك انت تحت الجهاز ويجري يستخبى. انت هتاخد لك جرعه اشعه جرعتين ولا ثلاثه مش هيعملوا لك حاجه، انما هو لو فضل ياخد كميه اشعه كبيره هيحصل له حاله اسمها بعض الكيميكالز. والعجيب ان منها ادويه كنا بنستخدمها احيانا اتطلع انها بتبوظ البون مارو. ثلاثه تيومرز او لم سرطانيه بتطلع تدمر البون مارو. انا عايزك تبص على البولد كويس قوي، لان انا خلصت اربعه من خمسه. خمسه ايه؟ خمسه فاكتورز افكتنج. خمسه ايه؟ فاكتورز افكتنج الريسك. خمسه ايه؟ فاكتورز افكتنج الريسك. هم مين الخمسه؟ اتنين من بره، حاجه من جوه، والمصنعين. وبعدين اهميه الاكسجين، ان نقص الاكسجين بيطلع هرمون كان اسمه كان اسمه ايه؟ وبعدين بعد كده سبت الدايت وكلمتكم عن الهرمونز، لقيت اربع هرمونز. واحد الاربع هرمونز تاني الليفر بيعمل ثلاث حاجات، بيصنع 15% الكروتين، بيصنع ايه؟ 15% الكروتين، وبيصنع وبيخزن بيخزن ايه؟ بينما بعد كده البون مارو دور ان هو اللي بيصنع. لو حصل ديستراكشن للبون مارو هتبقى حاله اسمها أبلاستيك أنيميا. بيقل فيها كل خلايا الدم لسبب من ثلاثه، واحد راديشن، اثنين كيميكالز، ثلاثه كلام سهل. يلا بينا اما نخش على الدايت. يا جماعة أنا بقول لكم ما تحضروش، ماشي تمام مفيش مشكلة، إن شاء الله هنشرح كل حاجة هنا، بس على الأقل عايز اسم الدكتور اللي شرح. يعني شرح إيه؟ إيه الموضوع؟ أي حاجة يعني أي حاجة. أنتوا عارفين أول واحد بس. أنتوا عارفين أول واحد بس. أنتوا عارفين أول واحد؟ بس. كان مين؟ أول واحد بس.
مرسو. لا بتسلم على عمل الشمال عايز اول دكتور خالص عارفه. اه انا عارفه. احمد منصور. طيب تمام. العملي بنت ليكوا ايه؟ علشان مقبل انتوا اشتريتوا ايه؟ هو هيقولكوا على الجلسة ليهم الشتات وبعدين اخد الشتات دي نقطعها المهم يكونوا اشتريتوا كتاب لكن مع بعض يعني يا دكتور هو قالولي مش هتقول بصي هي انا ما ينفعش اتكلم هو غالبا ده عمله معايا هو ده ما يحصلش تمام؟ طب يا كمان عملي اكتر يبقى احسن بقول ما تمتع نكتب العملي اكتر يبقى احسن انا ولا عملت ولا عاملين ايه؟ انتوا هنا ليه دلوقتي؟ صحيح صحيح ما شاء الله يا ميلك يا ولاد في سنة رابعة وصل ماما وهو صحيحين ما شاء الله طب بالك عم بس ايه؟ ما شاء الله مفيش كده يعني ده هيبقى بصلك ما تتجاوبش يعني يا صديقي احنا سنة رابعة احنا اصلا صحيحين عاملين ايه؟ مين دول؟ انتوا معاهم اساسا بس ايه؟ يا بنتي مش دي المشكلة خلاص انا وسهلا انا وسهلا ما اقدرش انتوا خلصتوا؟ طيب احتسبوني شويه ساعتين قدامي قدامي نص ساعه ثلث ساعه 10 دقايق كده شويه كده شايف الشغل يا جماعه في ناس بتجيلك فوقات خالص انا كنت مليع كلام راسي المهم إذا اكيد ان احنا كلنا مستنيين اهم الفاكتورز طيب الاكل طبعا حضرتك طول الوقت لازم تاكل كويس وعشان تعمل الاستويسس كمان لازم تاكل كويس اكل ايه يعني تقول لي يا احمد لازم ناكل بروتينز ولازم ناكل فيتامينز ولازم ناكل ايرن ولازم ناكل تريس اليمنتس المعادن النادره ركز عشان ده كلام مهم جدا 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 اولا لازم جزء من اكل يبقى بروتين اي بروتين وخلاص بتوع البايو الحقيقه دكتور سباعي بيقول لي لا في حاجه اسمها بروتين اوف هاي بايولوجيكال فاليو بروتين عالي القيمه الغذائيه ده مش معنى ده يعني يا سباعي سباعي قال لي اصل دوت هو اللي فيه الامينو اسيدز اللي انت تقدر تصنع منها الجلوبين اقدر اصنع منها ايه؟ إذا هناك أمينو أسيدز بيقولوا عليها بتوع البايو إسينشال مش موجودة غير في الهاي بيولوجيكال فاليو بروتين ده اللي أنا لازم أكله. شكرا خلصت مش عايز حاجة تانية. مين بقى التريس إلمنتس؟ قالوا لي التريس إلمنتس ديت يعني معادن نادرة. قلت لهم يعني إيه معادن نادرة يا رانيا؟ قالوا يعني حاجات الدكتور كده زي الكبل والكوبالت. أيوه دول الأيوم في إيه يعني؟ الخضروات في الخضروات والفواكه بنسب قليله قوي يا ميال وانا مش عايزهم غير بالنسب القليله دي حتى فاطمه صومي تريس اليمنت العناصر النادره قلت لهم طيب هو الكبر مهم ليه؟ قالوا لي الكبر مهم لانه يحفز صناعه الهيموجلوبين اسمع ايها الطربوش لو جالك في الامتحان قال ان الكبر يدخل في تصنيع الهيموجلوبين الجمله غلط الهيموجلوبين ما فيهوش نحاس لكن النحاس يحفز صناعه الهيموجلوبين الفرق كبير ما بين الجملتين المعدن اللي جوه الهيموجلوبين هو الحديد وليس النحاس والكوبالت هو كمان يا احمد بيحفز صناعه الهيموجلوبين ولو انت صاحيه يا سماء فانا من شويه قلت اسم الكوبالت ده
مع الناس اللي بيطلعوا الإريثروبويتين. حد فاكر الخمسة؟ طب نعملها كده تحدي، مين يقدر يقول الست حاجات اللي بتطلع الإريثروبويتين؟ واحد، ماشي، اثنين، ثلاثة، أربعة، الكالوريز، خمسة، ستة، بيتا، ستة بيتا، تمام؟ إذا الكوبالت هو واحد من الحاجات اللي كانت بتطلع الإريثروبويتين، وأخيرا الكوبالت جزء من فيتامين اسمه فيتامين بي 12. فيتامين اسمه ايه؟ وده هنتكلم عليه حالا. وقال دلوقتي بيني وبينك الكلام كله صح. فاكتورز افكت الإريثروبويتيز على اهميتها سهله جدا الحمد لله، بس ركز فيها يا عم صلاح تطلع الدنيا سهله. طب مين الفيتامينات المهمه؟ اقول لي بص، في ثلاث فيتامينات، هو كل الفيتامينات مهمه الاول صراحه كلهم مهمين، بس في ثلاثه مهمين بزياده شويه، فيتامين سي وفيتامين بي 12 والفوليك اسيد. سماء معلش انا مش فاكر فيتامين سي ده مهم ليه، نسيت، سامحيني يعني، يا ما بتسامحيني، انما بي 12 والفوليك اسيد فاكرهم. بي 12 والفوليك اسيد الاثنين دول مهمين علشان يشتركان في وظيفه خطيره جدا، وهي صناعه الدي ان ايه. صناعه ايه؟ يعني علشان الدي ان ايه اللي جوه النواه يبقى يتصنع والخليه تنقسم اثنين، فلازم يبقى فيه بي 12 وفوليك اسيد. لازم يبقى فيه ايه؟ لازم بي 12 وفوليك اسيد عشان الدي ان ايه اللي جوه النواه يتصنع والنواه تنقسم اثنين والخليه تنقسم اثنين. نواتي ايه بقى بس فيها نواه اصلا؟ فرس. كان فيها لما كانت لسه في البول مارو. طول ما الالبسيز لسه بتتصنع في البول مارو فهي خلايا عاديه عماله تنقسم، عماله ايه؟ تنقسم، عماله ايه؟ اول ما تيجي نازله الدم، اقف يا محمد، فكانت الالبسيز اثناء ما كانت بتتصنع عندها نواه عاديه وعملت ايه؟ ان ايه تقسم اثنين وتنقسم وتاكل وتكبر وتتقسم اثنين، لغايه اما جت يا فاطمه لاحظت نزولهم الدم قاموا شايلين النواه وحطوا مكانها هيموجلوبين. اذا هي كانت خلايا تنقسم، وعشان تنقسم لازم تصنع دي ان ايه، وعشان تصنع دي ان ايه محتاجه منه مين؟ مين ومين؟ البي 12 بقى لوحده مهم علشان صناعة الميالين. صناعة ايه؟ الميالين. حد عارف ايه الميالين ده؟ ده كان على ايه ده؟ كان على الخلايا العصبية، وكان مهم في عملية الكوندكشن. وجود الميالين بيخلي الكوندكشن سلتاتوري اسرع ويوفر طاقة. يعني يا دكتور انت عايز تقول ان لو بي 12 مش موجود مش بس الالبسيز هتقل ويبقى عندنا انيميا، ده كمان الاعصاب هيحصل فيها مشاكل. هيحصل فيها ايه؟ مشاكل. انما الفوليك اسيد لو مش موجود ايه اللي بيحصل؟ انيميا بس. يحصل ايه يا ميال؟ الاعصاب ملهاش دعوه بالفوليك اسيد. معايا فاطمه؟ حد تهمني؟ لا ده دي كانت معلومة على الجنب يعني، بقولها بمناسبة كلمة مايلين. طب يا دكتور؟ نعم. هي مش وانس اللي كانت وظيفة أساسية للمايلين؟ أيوة. هي بتصنعه باستخدام بي 12. تمام؟ أه. أنت بتتوافق يعني. الحقيقة أنا لو مكانكم ههتم أوي إن أنا آكل الحاجات دي. واضح ان الحاجات ديت لو قلت هيحصل عندي مشاكل على الاقل انيميا يعني. تقولوا منين بقى يا عم صلاح؟ قالوا لي بص، لو عايز تاكل بي 12 فمصدره هو الانيمال فود. لازم تاكل لحوم، لحمه بقى، لبن، بيض، اي حاجه من الحاجات دي.
لازم تاكل حاجه من اللحوم. فهيجي حد يقول لك يا دكتور انا ساعات اقعد يومين ثلاثه اربعه ما باكلش لحمه. اقول لك ما تخافش. الليفل بيخزن اللي يكفيك ثلاث سنين. يكفيك قد ايه؟ يبقى حضرتك يا دكتوره ممكن تقعدي يوم اثنين اسبوع شهرين ثلاثه سنه ما تاكلش لحمه ومش هيجي لك نقص في البي 12. ازاي يا محمود ما يجيلكش نقص في البي 12؟ اصل الليفل مخزن اللي يكفيك قد ايه؟ الا بقى لو حضرتك نباتي، لو حضرتك ما تاكلش لحوم خالص بقالك مثلا خمس سنين، ساعتها انت اكيد بقى عندك نقص في مين؟ اعمل له ايه عشان عارف كل الناس اعمل له ايه؟ تدي له حقن، حقن في عند الحاجه اسمها حقن. انما الفوليك اسيد موجود في اللحمه وفي البلاند عادي يعني، بس بيبوظ بالكوكينج. بيبوظ بايه يا ولاد؟ الطبخ بيبوظ الفوليك اسيد. يبقى عشان تحصل على الفوليك اسيد بتاعك عندك حل من اثنين، يا تاكل لحمه نيه يا تاكل سلطه خضراء. انت اختار. هنا من لا تحط بس لازم تاكل حاجه ما اتطبختش علشان يبقى فيها الفوليك اسيد. يا اخي شوف برضه البني ادم يعني اما الذكاء يصمم يوديه في 60 داهيه. طب انا ما اكلش بيت فوليك اسيد واكل بيت 12 كتير منطق يعني. طب ما انا مثلا ما اكلش نحاس واكل كوبلت. طب ما انا ما اكلش فيتامينات واكل كربوهيدرات. طب انا ما اكلش بروتين واكل دهون. اكيد ان ده ليه دور وده ليه دور. والا كنا كتبنا بي 12 اول فوليك اسيد. هو البي 12 كله جايبينه من مصدر حيواني في الحقن؟ اه. طب هو كده نبات عليه ايه بقى؟ ايوه ايوه هو بقى ماله وهو هيقول لك الحقنه دي انت جايبها منين؟ يعني هو الحقنه دي انت جايبها منين؟ اقول له جايبها من حيوان وعاجبك هتاخدها مش عاجبك خبط. هو هيقرفنا ليه اصلا مش فاهم يعني. يعني بيرفض اي حاجه فيها هو جسمه في حاجه اسمها جسمه بيرفض. هو بيرجع اصل مش هاكل صديقي في الكوكب. انا ما اقدرش اكل في ناس مستوكوا نباتيين بيبصوا لي كده. الحمد لله يا مولاي. بص احنا يعني بنحاول نقدم لك صوره. انت نعم يا ابن حمد. المهم كده نشكر الفوليك اسيد على تعبه معانا واكمل مع حضراتكم امتصاص البي 12 وده واحد من اهم حاجتين جاي اشرحهم لكم النهارده. امتصاص البي 12 دي معده نتخيلها معده يعني ودي امعاء دقيقه ثم امعاء غليظه في الاخر. والجزء الاولاني من الامعاء ده احمد اسمه ديودينم. اسمه ايه حضرتك؟ الجزء الاخير تحت خالص ده اسمه ايليام. اسمه ايه؟ ايليام. البي 12 اللي انت طيب ماشي سلمي لي على منى مجدي جامد. انت مين قلت لي؟ البي 12 اللي انت اكلته اهو في المعده هيمتص فين؟ في الايليام تحت. هيمتص فين؟ طيب انزل بقى اعمل بي 12 عشان يمتصوك تحت في الايه؟ قال لا ليه اعمل بي 12؟ قال انا خايف انزل. قلت له خايف تنزل ايه؟ قال العصاله الهاضمه اللي في الامعاء بتكسرني. بيحصل له ديستراكشن بالدايجستيف انزيمز بتاعت الامعاء. ده مين ده؟ البي 12. وقعد البي 12 جوه المعده يعيط. فكانت في خلايا جوه المعده اسمها البارايتال سيلز. اسمها ايه؟ لقيته قاعد يعيط. قالت له مالك يا بي 12 بتعيط ليه؟ قال لها انا المفروض انزل عشان امتص تحت في الايديم ولو نزلت لوحدي بتكسر. قالت له خلاص ما تزعلش انا همشي معاك الفتوه. مين بقى الفتوه؟ انترنسك فاكتور. اسمه ايه؟ اذا ما هو الانترنسك فاكتور؟ فتوه. يعني ايه فتوه؟ يعني ما انت هتطلع تقوم واخده البي 12 في ايدها كده
وتقوم نازله بيه جوه الامعاء. طول ما البي 12 ماسك في الانترنسك فاكتور ما يتكسرش. طول ما البي 12 ماسك في الانترنسك فاكتور ما يتكسرش. طب ولو ما فيش انترنسك فاكتور هيتكسر. اذا لو حصل مرض ضرب البارتال سيلز الشخص هيحصل له نقص فيه بي 12. طب ولو في انترنسك فاكتور يمتص البي 12 تحت خالص هنا في اخر جزء في الامعاء اللي اسمه الايليوم اسمه ايه ونودي البي 12 على الليفر علشان يتخزن. احنا لسه من شويه قايلين ان الليفر هو اللي بيخزن البي 12. البي 12 ما يمشيش لوحده. فاكرين المصفى لازم يمسك في بلازما بروتين، لازم شيال، والشيال اسمه ترانس كوبالامين. اسمه ايه؟ ترانس كوبالامين. جاي لك واحد طرموش يقول لك ليه شيال البي 12 اسمه ترانس كوبالامين؟ فيرد عليه واحد شاطر يقول له يا خسارة. عشان الكوبالت جزء من تركيب الفيتامين بي 12. الكوبالت جزء من تركيب فيتامين بي 12. فالكوبالت جوه البي 12. الشيال اللي بيشيل البي 12 لما يجي يمسكه بيمسك في الكوبالت. بيمسك فين؟ الكوبالت. فاصبح الشيال اسمه ايه؟ ترانس كوبالامين. اسمه ايه؟ مع ان هو شايل البي 12. مع ان هو شايل ايه؟ اسمع بقى كده حدوته البي 12 تاني. البي 12 اللي حضرتك كلته سيمتص في اخر جزء من الامعاء الدقيقه وده اسمه اسمه ايه؟ وعلشان يمتص لازم يمسك الاول في ماده اسمها انترنسك فاكتور. اسمها انترنسك. الماده دي بتطلع من المعده من خلايا اسمها بارتال سيلز. اسمها بارتال سيلز. هتطلع الانترنسك فاكتور يمسك البي 12 وينزل بيه حد الايليوم، وهنا يتم ابتلاعه. يتم ايه؟ ابتلاعه. ولما يبتلع يتودى على الليفر علشان يتخزن هناك، يشيلوا شيال اسمه ترانس كوبالامين 2. اسمه ايه؟ ترانس كوبالامين 2. اسمه ايه؟ ترانس كوبالامين 2. حد مش فاهم؟ ايوه. لا مش واجب. طيب. اقول لك الحديد. لو حضراتكم عايزين تعرفوا ايه أهمية الحديد، فأهمية الحديد في أماكن الحديد. يعني الحديد مثلا 70% منه موجود في الهيموجلوبين، 3% منه موجود في المايوجلوبين. ايه المايوجلوبين ده؟ دي صبغة شبه الهيموجلوبين بس فين؟ هي دي اللي مخزنة أكسجين العضلات. 2% منه بيبقى كو فاكتور بيساعد انزيمز. بيساعد ايه؟ يبقى لو جيت سألتك ايه توزيعة الحديد او ايه وظائف الحديد، هو نفس السؤال. ليه؟ وظائف الحديد انه جزء من تركيب هيموجلوبين، مايوجلوبين، كو فاكتور، انزيم. طب توزيعته فين؟ تقول لي. انا اسف انا بقالي اكتر من ساعة تقريبا بشرح وسيبكم قاعدين كل ده. انا اسف. انا عارف ان انتوا مش واخدين مني على كده اصلا. بتلعب ايه؟ انا معايا بتخبطش كده. حملة نفسها حواليكم من تاني جوه. دي اسمها ابتلاع. هو ايه؟ هو تجويف في الامعاء. احنا عايزين ندخله بقى. هو دي لما بتاكل اكل بيخش جوه الجدار ولا تجويف في الجدار؟ ايوه عايزين ندخله بقى لعنديه. انا مش عايز اقول ان زمايلك مش طايقينك عشان انت مخليهم مش مركزين. حبيبي صباح الخير. لسه اتفضل حضرتك.
بسرعة. أنا بس صحيح. الهايبوكسيا مهمة عشان بتطلع الهايبوكسيا مهمة عشان بتطلع الهايبوكسيا لازم أكل أربع حاجات اللي هما أيوة الدايت بقى مهمة عشان بيطلع عشان لازم أكل أربع حاجات اللي هما أي بروتين لازم يكون لازم يكون طب والتريس إليمنتس مين هما؟ كبر وكوبر أساميهم إيه؟ أساميهم إيه؟ كبر وكوبر مين الفيتامينز المهمة؟ أول فيتامينز بس في ثلاثة بالذات مهمين أوي اللي هما مين؟ مين الثلاثة المهمين؟ الاثنين دول مع بعض البي 12 والفوليك اسيد ليهم وظيفه مشتركه وهي وهي لكن البي 12 لوحده مهم عشان صناعه والبي 12 موجود فيه موجود فيه لكن الليفر المخزن اللي يكفيك الفوليك اسيد بقى موجود فيه لكنه بيبوظ بيبوظ ايه؟ انا اكلت البي 12 وعايز امتصه، همتصه فين؟ في الايليا، ما امتصه فين؟ وعشان امتصه محتاج ماده اسمها انترنسك فاكتور اسمها ايه؟ وبعدين الانترنسك فاكتور ده بيطلع من خلايا اسمها بينما الحديد متوزع في ثلاث اماكن رئيسيه بيشتغل فيها اللي هم ايه؟ انزايم ده ايه؟ كده فاضل 25% موجودين وما بيشتغلوش دول متخزنين في صورة اسمها فيريتين اسمها ايه؟ فيريتين يبقى فاضل 25% من الحديد اللي جوه جسمك ده متخزن زي ما الدكتورة قالت كتير منهم متخزن في اللفة ايه بقى الطول اللي احنا عايزين نعرفه عشان نمشي دلوقتي؟ اخر حاجة عايزين نعرفها هي امتصاص الحديد. بس التاني قناة الهضمية. واسأل انا الناس اللي عندها الضمير ان وجدت. الجزء الاولاني من الامعاء ده اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ والجزء الاخير ده اسمه ايه؟ اين الاليوم ده مين اللي بيمتص فيه؟ انما الحديد هيمتص فيه. حديد يمتص في الجدر. حديد يا يوسف يمتص فوق خالص الجدر. أنا أكلت الحديد وكنت قاعد مستني إني أمتصه بس يا خسارة الحديد لن يمتص ليه لن يمتص الحديد؟ لأن عندي مشكلتين للحديد أولاً إن الحديد في الأكل أغلبه فرك أغلبه إيه؟ يعني إيه فرك؟ يعني بوزيتيف 3 ثلاثي التكافئ وكمان بيبقى عامل كومباوندز بيبقى عامل ايه يا صلاح؟ يعني عامل مركبات مع ناس تاني لن يمتص الحديد الا اذا اصبح في الرسول لوحده الا اذا اصبح ايه؟ ايه؟ الحديد اللي احنا ايه؟ عارف طربوش مش موجودة ما انا عارف بس يعني ايه فلوس؟ فلوس هو الثنائي التكافؤ الثلاثي التكافؤ اسمه فلوس اسمه ايه؟ يبقى لازم يبقى فلوس ده الشكل اصلا اللي جوه الهيموجلوبين صح؟ اقعد تجيني تاني احسن برضه تاني معلش حضرتك عشان تمتص الحديد لابد ان يتحول الحديد الى فلس والوحده وساعتها تقدر حضرتك تدخله جوه خلايا الامعاء دي ويمتص بقى ان شاء الله قعد الحديد يعيط ليه بتعيط يا عم الحديد يا
قال لي انا مش راضيين يمتصون. مش راضيين يمتصوك ايه يا عم الحديد؟ قال لنا علشان اولا انا كومبا وثانيا انا. فكانت نفس الخلايا اللي كانت قاعده كان اسمها ايه هناك؟ هي نفس الخلايا. قالت له ما تعيطش يا حبيبي، انا هحل لك اول مشكله، هطلع لك حمض اسمه ال HCL. اسمه ايه؟ فافصلك من الكومباوند. افصلك من ايه؟ كومباوند. يبقى اول مشكله، مشكله ان الحديد اللي انت واكله كومباوند، مين اللي حلها؟ جاي من الخلايا؟ جاي من الخلايا؟ قال له سؤال بقى، لو حد شال المعده هيبقى عنده يعني ما بقاش عنده بواقي ترسيل، في حاجتين هينقصوا في جسمه، مين ومين؟ البيت والفول. مين ومين؟ بس على فكره لسه في مشكله تانية هتحليها يا بواقي ترسيل. قالت لي لا ماليش دعوه، في انزيم اسمه ريدكتيز. اسمه ايه؟ بس الريدكتيز ده عشان يشتغل لابد من وجود فيتامين سي. لابد من وجود ايه؟ فيتامين سي. شوف ازاي بقى عم احمد، انا كنت ناسي فيتامين سي ده مهم في ايه؟ اتطرح انه مهم في عمليه تحويل الحديد الفلزك الى دي خطوه اساسيه عشان تعرف اصلا امتص الحديد. تاني بقى كده، يبقى البي 12 كان عنده كام مشكله؟ اثنين. كان عنده كام مشكله؟ اثنين. ايه بقى مشكلتين؟ اولا انه لا اولا انه المشكله دي يا دكتور ايه مشاكله؟ ده لا يا دكتور ده لا الصوت. البي 12 كان عنده مشكله واحده، انه لو نزل الامعاء هيتكسر بالعصاره القادمه، انما الحديد عنده مشكلتين، اولا انه وثانيا انه حلينا اول مشكله بحاجه اسمها وحلينا ثاني مشكله بانزيم اسمه ايه؟ بس في وجود اصبح الحديد فلس ولوحده اقدر دلوقتي امتصه. تفتكري امتصه اوديه فين؟ الليفل. يمشي لوحده؟ لا لا، لازم شيال يشيله. الشيال اسمه ايه؟ ترانسفيرين. اسمه ايه؟ ترانسفيرين. شيال الحديد. خد بالك بقى، اقول لك معلومه لطيفه، ساعات حضرتك تاخد الحديد كومباوند وفلك، نقوم نتعب احنا ونطلع ال HCL، يوم ال HCL يشيله من الكومباوند. إذا وجد مادة اسمها فايتيك أسيد أو أوكزالات، المواد دي بتمسك الحديد تعمل معاه كومباوند ستين، تعمل معاه إيه؟ كومباوند ستين، يبقى مش هيمتص بقى. فايتيك أسيد ده في إيه؟ في الشاي. وده يفهمك الفرق ما بين العرب والمصريين والإخوة الأوروبيين. الإخوة الأوروبيين يا عم أحمد وهم بياكلوا دايما تلاقي معاهم ليمون جوس، أورنج جوس، عشان خاطر يبقى معاه الفيتامين سي بتاعه. فاول ما ياكل الحديد يمتصه. حضرتك عمرك ما بتشرب ليمون جوس ولا اورنج جوس، انت بتستنى بعد الغداء على طول وهوبا تشرب شاي. ليه؟ عشان خاطر لو كان الحديد هيمتص لا سمح الله انت لحقه على طول فايتك اسيد يوم ما تاكل وتمنع امتصاصه. عشان كده ما شاء الله صحه المصريين وخصوصا البنات المصريين هتلاقيها دايما زي الفل، كلهم عندهم انيميا حاجه تفرق كده. اغلبيه الانيميا ايه؟ انيميا نقص الحديد. تمام؟ ليه نقص الحديد يا بيه؟ ده انا باكل كميه حديد فظيع واشرب بعدها شاي على طول. ما شاء الله حضرتك تفرق كده. انتوا فاهمين؟ طيب. انا عايز اشوف حاجه بس في الوقت. Discuss. أول مرة أجيب وأنا حاسس طويلة ساعة. ما أديكوا حصة بجد. ساعة إلا خمسة؟ كل ده ساعة إلا خمسة؟ لا أنا تعبت وعرقت. ساعة ساعة. المهم discuss factors affecting erythropoiesis. factors affecting ايه؟ erythropoiesis. هتلاقي عندك وانت بتذاكر ان نقص الحديد بيعمل نوع من الانيميا اسمه كذا،
نقص البي 12 والفوليك اسيد بيعملوا اقوام انيميا اسمه كذا. انواع الانيميا غالبا هشرحها لكم في العمل، يعني لو لحقت اعمل لها حصه قبل ما المنهج يخلص هشرحها، تمام؟ ما لحقتش الانيميا كده كده لازم هتتشرح مع حاجات العمل، تمام؟ المره الجايه هنخش على الهيموفيليز ان شاء الله، هنشرح الانيميا في مره يعني ممكن في اخر جزء.